لا تفقدي ثقتك بنفسك، أسعدي نفسك بنفسك، اختاري نفسك، وضعي نفسك أولا قبل أي شيء، لأنك دائما تستحقين الأفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أتمنى أن تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله موضوعنا موضوع مهم، سنتحدث فيه عن الانفصال المعنوي عن الشخص النرجسي. كيف تبتعدي عن النرجسي دون التعرض لغضبه؟ من أصعب الظروف التي تمر على أي شخص، سواء كان رجلا أو امرأة، عندما يكون في موقف يفرض عليه التعايش مع شخص نرجسي ولا يستطيع الهروب منه. لكن وجودك مع هذا الشخص لا يعني أنك من واجبك تحمل الآلام التي يسببها لك. فكلنا نعرف أن الزواج من شخص نرجسي يعتبر بمثابة كابوس بالنسبة للطرف الآخر، والشفاء من هذه الإساءة النرجسية يكون صعبا، سواء أقرر الطرف الطلاق أو الاستمرار في العلاقة، لأن النرجسيون بصراحة هم أناس مرهقون، لا يمكنك أبدا أن ترضي غرورهم، ومهما أعطيتهم لإرضاء شعورهم المتضخم بالذات فأنت لم تعطي ما يكفي. إنهم دائما يسعون إلى أن يدور العالم حولهم وأن يراهم أكبر النجوم وأكثرها سطوعا. ومن هنا نفهم كيف يمكن للنرجسية أن تكون مشكلة في ديناميكية العلاقة الزوجية التي تحتاج إلى المساواة والتعاون والتعاطف من أجل الاستمرار والعيش بسلام. لهذا ينصح العديد من الأطباء النفسانيين والعديد من الأشخاص بالابتعاد، كل الابتعاد عن النرجسي. ولكن حتى الابتعاد عنه والطلاق منه فهو لا يعد بحياة آمنة، خصوصا بوجود الأطفال. ولكن هناك العديد من الحالات لا تستطيع الضحية الابتعاد عن النرجسي وتكون مجبرة على العيش مع هذا الشخص في علاقة تنعدم فيها كل أساسيات العلاقة الصحية، علاقة تتميز بالإهمال العاطفي والاستخفاف بالمشاعر، مما يؤدي بالضحية لفقدان ثقتها بنفسها ويدمر احترامها لنفسها كذلك. ولكن يمكن للضحية أن تتجنب كل هذه المشاكل وتطفئ مشاعرها تجاه هذا الشخص وتصبح لا مبالية بما يفعله في إطار ما يسمى بالانفصال المعنوي، وهو أن تتعامل الضحية مع النرجسي ببرود كامل بدون مشاعر، بجفاء عاطفي، والذي يقود إلى الانفصال الوجداني والروحي. ولتحقيق هذا الانفصال المعنوي مع الشخص النرجسي يجب اتباع الخطوات التالية. الخطوة الأولى مواجهة نفسك. عليك أن تواجهي نفسك وتتقبل الوضع الذي أنت عليه، وأن تدركي بأن شريك حياتك النرجسي لن يحبك يوما، ليس لعيب موجود فيك، ولكن لكون الشخص النرجسي لا يستطيع أن يحب شخصا آخر سوى نفسه. وعليك أن تفهمي أن معنى الحب بالنسبة للشخص النرجسي هو تقديم التنازلات والاهتمام المفرط وتعظيمه، وبالتالي فالنرجسي لا يمكن أن يدعم أي علاقة هو أحد أطرافها. الخطوة الثانية، لا تأخذي الإساءة بشكل شخصي. فالنرجسي دائما يحاول أن يسيء إليك ويؤذيك بجميع الطرق، ودائما يستغلك ويحاول التقليل من شأنك. ليس أنت فحسب من يفعل مع هذه التصرفات، ولكن مع جميع الناس حوله، لأن هدفه الأساسي هو الاستغلال والتزود بالاهتمام. فهو لطيف وسيء في نفس الوقت حسب احتياجاته وليس حسب مشاعره. لذا يجب أن تفرضي شخصيتك في التعامل
مع المواقف ومع الأشخاص، خصوصا شريكك النرجسي. شخصيتك هي ردود أفعالك، يجب أن تتجاهلي سلوكه وتنمره كذلك. مهما قال لا تأخذ الأمر على محمل الجد، ما يقول هو انعكاس له وليس أنت، لأنه بمجرد أن تقتنعي بأن النرجسي يفعل هذا لأنه نرجسي، سيرفع عنك جزءا كبيرا من الألم، لأن 80% من الآلام الذي نشعر به يأتي من شعورنا بالظلم وشعورنا بالأسى تجاه أنفسنا والآخرين، أننا لا نستحق هذه القسوة والألم. لذلك لا تتفاجئي إذا أداك النرجسي لفظيا أو عاطفيا، تعاملي مع الموقف بذكاء، اجعلي نفسك وسعادتك هي الأولى، لا تدعيه يفسد يومك أو يغير مزاجك. الخطوة الثالثة، تعلمي من هو النرجسي ومن أنت. لكي تكوني قادرة على التعامل مع النرجسي، من المهم جدا أن تقرأي عن صفاته وتعرفي أساليبه، ويجب أن تكوني على دراية بسلوكه ولماذا يتصرف بهذه الطريقة التي يتصرف بها. هذا سيساعدك كثيرا على تخطي الإساءة وتخطي الألم. ففهم النرجسي وفهم سلوكياته وألاعيبه سيجعلك تنظرين إليه نظرة شفقة ونظرة انتصار في نفس الوقت. عليك أيضا أن تعرفي نفسك، ما نوع شخصيتك، ما نوع المشاكل النفسية التي تعانين منها والتي جعلت منك ضحية للنرجسي. هل أنت شخصية حساسة أو متعاطفة تريدين إنقاذ الغير؟ لأن معرفة نقاط ضعفك سيصعب على النرجسي التلاعب بك من خلالها. لذا يجب أن تعرفي المشاكل التي تعانين منها ونقاط ضعفك لكي تتجاوزيها. الخطوة الرابعة، اكتبي ما يقوله لك وكيف يعاملك. النرجسي لديه قدرة كبيرة على التلاعب بك وجعلك تشكين في نفسك وأفعالك، لذلك من الجيد أن يكون لديك سجل لما حدث بالفعل حتى لا تصابي بالجنون. الخطوة الخامسة والأخيرة، ركزي على نفسك. قومي ببناء احترام قوي لذاتك وتزودي بحب ذاتك، لأن هذا سيصعب على النرجسي الوصول إليك بسلوكه وكلماته. فكري في نفسك في كل موقف وفي كل لحظة، أسعدي نفسك وحافظي على راحة بالك، عاملي نفسك كطفل صغير، احمي مجال طاقتك من خلال التأمل والإيجابية لمنع دخول أي طاقة سلبية إليك. أسعدي نفسك بنفسك، وكذلك حاولي أن تبحثي عن الدعم من أشخاص آخرين. وتذكري دائما أن أكبر سلاح ضد النرجسي هو أن لا تفقدي ثقتك بنفسك أبدا أبدا، لا تسمحي لأي شخص بتدمير احترامك لذاتك. اختاري نفسك وضعي نفسك أولا قبل أي شيء، أحبي نفسك فأنت جميلة بما فيه الكفاية ولا تستحقي سوى أفضل الأشياء في العالم، تذكري هذا جيدا. هنا ينتهي موضوعنا لهذا اليوم. إذا أعجبتم بهذا الفيديو لا تنسوا دعمي بلايك، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، مشاركة المقطع مع الأهل والأصدقاء ليستفيد الجميع. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.